ورعيت الابل ورعيت الغنم وتفننت في القرايدر. والله يوم كان راتبي 2000 اول مشروع استلمته بخار. حلم تميت انك تحققه ولم تستطيع وسميته هوازن. كيف تبى هوازن يسبق وانت محمل عتيبه في ظهرك كله؟ الامير متعب بن عبد الله طال في امره دائما كل ما يشوفني قال اخذتك الابل انا 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 الخيل. انا بقولها الحين لكن عاد انت سالتني عن امور ولا انا كانها في صدري ما كنت اطلعها. والبل حطيتها في البدايه فعلا وانسى واستراحه متنقله ما لي رغبه فيها تجاره ولا انا بروح البل عاد. البل انت عاد العشق الاول والاخير. الكوره اشجع ترك يقول ماجد عبد الله وسلطان يقول سامي الجابر. انا في نظري طول الناقه وطول الغارب وطول الرقبه. بتشارك في مرقيبه السنه الجايه؟ عمير والمواط وخزان. نعم. هو كل ما جاء عنده هناك زينه باعها. في رجال من يوم عرفنا مرقيبه وما يشاركون وما دايم في المؤخره. يجيك بتريلاته وغرفه وويته والواريه وشوله. منصور بلوي سام منك بمليار ريال. من 96 وحنا نقول عقارب ينزل. وانا ما اذكر ولا اني بهتم بالقصائد اللي تكتب فيه.